بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. افتتحت الجلسة السيد رئيس الحكومة المعين، السيد رئيس مجلس المستشارين، سيدات والسادة أعضاء الحكومة، سيدات والسادة البرلمانيين. طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور، تنعقد هذه الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان للاستماع لعرض السيد رئيس الحكومة المعين للبرنامج الحكومي. وقبل إعطاء الكلمة للسيد رئيس الحكومة، أود باسمكم جميعا أن أرحب بأعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، التي تعقد اجتماعها السنوي الثامن بمقر البرلمان، مغتنما المناسبة للتنويه عاليا بعمل اللجنة ورئاستها المشتركة في شخص كل من السيدة إيناس أيالا ساندر والسيد عبد الرحيم عتمون. الكلمة للسيد رئيس الحكومة المعين، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، السلام عليكم. إمغار البرلمان أيتما ديستما إبرلمانين أزول في اللون. يشرفني أن أعرض عليكم في مؤسستكم الموقرة هذه، تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور، البرنامج الحكومي الذي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تعتزم الحكومة تطبيقه في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. هذا نص المادة الفصل 88. ويأتي هذا البرنامج في هذه الظرفية السياسية الدقيقة التي تتميز بتنظيم ثاني انتخابات تشريعية ببلادنا بعد إقرار دستور 2011، أيضاً تأتي في جو شعبي راق يتسم بمتابعة غير مسبوقة من قبل المواطنات والمواطنين لتطورات الحياة السياسية ولتدبير الشأن العام. ومن هنا فإن المرحلة تقتضي منا تعبئة شاملة لمواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرنا على المستويين الداخلي والخارجي، والانخراط بقوة وبإيجابية وبثقة بهدف مواصلة البناء الديمقراطي
وتشييد دولة الحق والقانون، دولة يتمتع فيها المواطنات والمواطنون على قدم المساواة بالحقوق والحريات في ظل التضامن بين مختلف فئات الشعب المغربي وبين مختلف جهة المملكة. ونعتبر أن النجاح في ذلك يتطلب أولاً تكريس المبادئ الكبرى التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة والمبنية على قاعدة فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وعلى الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يتطلب ثانياً تمتين الإرادة الجماعية لمختلف المؤسسات والقوى الوطنية الحية في صيانة النموذج المغربي الذي نفخر به جميعاً، وتعزيز مقومات قوته ومواصلة إشعاعه، وتعزيز ثوابت الأمة المغربية الجامعة التي تتمثل في الدين الإسلامي السمح ووحدة الهوية متعددة الروافد والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي في ظل مغرب معتز بهويته الجامعة وأصالته التاريخية ومتشبث بقيم الانفتاح والاعتدال وملتف تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله باعتباره رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة. ووعياً منا بهذه المتطلبات، نجدد التأكيد على المواقف الوطنية الثابتة والجامعة في القضايا الوطنية الكبرى. فالمغرب أولاً باعتباره دولة إسلامية سيظل البلد المتمسك بثوابته الدينية وفق منهجية الوسطية والاعتدال وقيم التعايش والحوار ودعم الخطاب الديني المعتدل وتعزيز دور العلماء في الدعوة والإرشاد والإصلاح، والاستمرار في دعم بناء المساجد والأوقاف والعناية بوضعية العاملين في الحقل الديني بما يخدم تعزيز الأمن الروحي للمغاربة وفقاً لتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله. وعلى مستوى قضية الوحدة الوطنية والترابية، تجدد الحكومة التأكيد على الإجماع الوطني بخصوص صيانة ودعم وحدة واستقلال وسيادة المملكة شمالاً وجنوباً، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية بما هي مجال تعبئة شاملة تحت قيادة جلالة الملك، وما يتطلبه ذلك من رصد تعبئة كل الإمكانيات من أجل تثبيت الحق المغربي عبر التوصل إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وستواصل الحكومة دعم الحضور المغربي سواء على المستوى الحكومي أو على المستوى البرلماني أو على المستوى المدني في مختلف المنابر والمحافل الجهوية والقارية والدولية لتشجيع المبادرات الهادفة إلى الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية لبلادنا. وبهذه المناسبة تتقدم الحكومة بتحية تقدير وإكبار لجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة على العناية الخاصة التي يوليها جلالته للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، وتشيد بالروح الوطنية والمهنية العالية وروح التفاني والتضحية التي ما فتأ رجالها ونساؤها يبرهنون عليها في مزاولة مهامهم النبيلة في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن والمواطنين. وستحرص الحكومة على توفير الوسائل الضرورية للنهوض بمهامهم، كما ستواصل عنايتها بأسرة المقاومة وجيش التحرير لما قدمته من خدمات جليلة في سبيل استقلال الوطن. ونتوجه بالدعاء إلى العلي القدير بأن يتغمد الله برحمته الواسعة
كل شهداء الوطن ممن وهبوا حياتهم وأرواحهم في سبيل الدفاع عن وحدته وأمنه وعزته. وطبقاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2016، ستواصل الحكومة دعمها للمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية وكل ما يهدد أمن واستقرار المملكة، عبر تمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب. وإحنا عندنا الوعي الكامل بأهمية الأمن ديال البلاد، كل مواطن حيثما كان في كل قرية أو في كل مدينة في الشمال والجنوب والشرق والغرب، عندما يتحرك في أمن فهو من بين ما من لهم الفضل في ذلك هو هذه الجهود ديال القوات الأمنية والجهات الأمنية التي تحرص على أمن كل مواطن وعلى أمن الوطن. السيدان الرئيسان، لقد تمكنت بلادنا على مدار السنوات والولايات التشريعية السابقة من القيام بإصلاحات سياسية ودستورية جوهرية، ومن إطلاق أوراش كبرى وهيكلية للبنية التحتية، ومن بلورة سياسات قطاعية هامة مكنت بلادنا من تحقيق تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية معتبرة. وخلال الولاية التشريعية الأخيرة تم تحت القيادة الملكية الرشيدة العمل على تنزيل الإصلاحات السياسية التي تقرها دستور 2011، بما في ذلك تقديم القوانين التنظيمية وترسانة من القوانين والمساهمة في إرساء عدد من المؤسسات والهيئات الدستورية. كما أنجزت إصلاحات هيكلية عميقة ساهمت أساساً في المحافظة على التوازنات المكرو اقتصادية، وساهمت في تشجيع الصناعة والمقاولة، وانتهجت سياسة اجتماعية داعمة للفئات الهشة والفقيرة. وهي مناسبة لتوجيه التحية للفريق الحكومي السابق برئاسة الأستاذ عبد الإله بن كيران على العمل الذي قام به ولما أبان عنه من كفاءة واقتدار ونكران ذات. إن تلك الإصلاحات تفتح اليوم آفاقاً جديدة وتوفر فرصاً واعدة للارتقاء بالسياسات العمومية والتقدم نحو الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين داخل المملكة وخارجها حيثما كان هؤلاء المواطنون، والاستجابة لتطلعات مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، واعتماد أولويات جديدة لتوفير شروط ولوج بلادنا المستحق لنادي الدول الصاعدة. وتتعهد الحكومة بمختلف مكوناتها بالحرص على توفير شروط وضمانات القوة والفعالية في العمل الحكومي، وسيؤطر اشتغالها المشترك هذا البرنامج الحكومي الذي هو برنامج واضح وتعاقدي مبني على أولويات محددة في القضايا الداخلية والخارجية. السيدان الرئيسان، ينطلق البرنامج الحكومي الذي أقدمه اليوم من تحديد الأولويات الكبرى وفرز التحديات الرئيسة المطروحة على بلادنا اليوم ووضع سبل مواجهتها والتقدم في كسب رهاناتها الإصلاحية. وإذ نتقدم أمامكم فإننا كلنا ثقة وأمل في مستقبل تنعم فيه بلادنا أمنا واستقرارا وتنمية وازدهارا وعدالة ومساواة، متوكلين على الله ومسنودين بدعم الشعر بالمغربي الأبي ورعاية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. ويتوزع البرنامج الحكومي على 5 محاور هي: أولاً، دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة. ثانياً، تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة. ثالثاً،
تطوير النموذج الاقتصادي الوطني والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة. رابعاً، تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. خامساً، العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم. وسيقتصر هذا العرض على ذكر أهم التوجهات والإجراءات المرتبطة بكل محور، على أساس أن المادة 88 من الدستور، الفصل 88 من الدستور، ينص فقط على أن البرنامج يتضمن التوجهات الأساسية، لكن نحن حاولنا أن نأتي بعدد من الإجراءات، لكن هي جزء من الإجراءات فقط التي هي تشكل البرامج الحكومية المختلفة، باعتبار أن وثيقة البرنامج الحكومي الموزعة عليكم هي التي ستكون بإذن الله موضوعاً للمناقشة من طرف مجلسي البرلمان، ثم موضوعاً للتصويت من طرف مجلس النواب بإذن الله. في المحور الأول، والذي يتعلق بدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، فإنه وعياً من الحكومة بأن البناء الديمقراطي والبناء المؤسساتي والبناء الحقوقي ورش مستمر، فإنها تتعهد بمواصلة نهج الإصلاح في هذا المجال وفق الأهداف التالية: أولاً، صون حقوق وكرامة المواطن وتعزيز الحريات والمساواة. وستقوم الحكومة لتحقيق ذلك باعتماد سياسة مندمجة في مجال حقوق الإنسان وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بدءاً من سنة 2018، وتعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً بإعداد قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يسند له اختصاصات، منها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وستعمل الحكومة أيضاً على تعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة وإرساء وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. وأريد هنا أن أوجه تحية خاصة للمرأة المغربية التي ناضلت ولا تزال تناضل. وسنعمل على إطلاق سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء، واعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة إكرام اثنين. وعلى مستوى الحقوق اللغوية والثقافية، ستسلك الحكومة سياسة لغوية مندمجة وفق المقتضيات الدستورية، وذلك بتفعيل أكاديمية محمد السادس للغة العربية وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية للقيام بوظيفتها بصفتها لغة رسمية، عبر الإسراع في تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بها بعد اعتماده من قبل البرلمان وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين في هذا المجال، في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتعزيز المكتسبات في مجال النهوض بالأمازيغية في التعليم والإعلام، وأيضاً العمل على النهوض بها في مجالات أخرى. وسنقوم كذلك بالإسراع باعتماد بتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بعد اعتماده من قبل البرلمان. وستقوم الحكومة بالعمل على تعزيز الحريات الإعلامية ودعم الصحافة وتفعيل النظام الأساسي للصحفيين المهنيين والقانون المتعلق بالمجلس الوطني والصحافة، وهذا كيقتضي المجال. نوجه تحية للصحفيين والصحفيات جميعاً اللي هم مناضلين باستمرار، كنوجه لهم التحية. وأيضاً أقول لهم بأنه إن شاء الله أي حاجة وأي مشكلة وأي تحدي فنحن مستعدون، أبوابنا مفتوحة لمناقشتها والعمل على حلها. ثانياً، مواصلة إصلاح منظومة العدالة. فميثاق إصلاح العدالة الذي دعا صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله لاعتماده يمثل خارطة الطريق التي تم التعاقد بشأنها وطنياً، وقد قطع تنزيله أشواطاً مهمة. وستعمل الحكومة على متابعة هذا الورش لبلوغ إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة وتمكينها من الاطلاع بدورها كاملاً في تعزيز النزاهة وتكريس سيادة القانون وفق الأوراش التالية.
ألف دعم استقلال السلطة القضائية ووضع الوسائل المادية والبشرية اللازمة رهن إشارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ب تحقيق فعالية القضاء ونجاعته عبر إجراءات أهمها تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين ظروف استقبالهم بإحداث وبناء عدد من المحاكم الجديدة وتوسعة أخرى بما مجموعه 83 بناية جديدة، والمساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية بما فيها الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام. ونحن واعون بالصعوبة اللي كانت باستمرار في القضية ديال التنفيذ ديال عدد من الأحكام القضائية، وخصوصا في مواجهة الإدارة نفسها في مواجهة أشخاص القانون العام، وسنعمل إن شاء الله على تسريع هذا التنفيذ في حدود استطاعتنا. جيم تحديث الإدارة القضائية من خلال تدابير أهمها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الولوج إليها في أفق تحقيق المحكمة الرقمية. والمحكمة الرقمية إلى خرجت غي تكون ثورة في الإدارة القضائية حقيقة، لأنها غي تمكن الجميع سواء كانوا مهنيين أو كانوا مواطنين متقاضين أو كان غيرهم من الاطلاع على القضايا، غيتمكن أي مواطن وأي مهني وأي فاعل من متابعة تطورات التقاضي إلكترونيا، وهذا سيزيد من الشفافية، غيزيد من السرعة، غيزيد من النجاعة، سيقلل الازدحام في المحاكم وغيرها كثير من الإيجابيات لهذه المحكمة الرقمية. وستقوم الحكومة أيضا على دعم الجهوية المتقدمة واللامة تمركز الإداري في المجال القضائي. دال تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومحاربة الجريمة، وذلك من خلال أولا مراجعة المنظومة التشريعية في مجال التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية وحماية الحريات، وثانيا تعزيز الحماية القانونية والمؤسسية للنساء ضحايا العنف وللأطفال في وضعية صعبة أو في نزاع مع القانون والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين الأجانب، وثالثاً إقرار آليات قانونية للتعويض عن الخطأ القضائي. ثالثاً تأهيل وتجويد المنظومة التشريعية الوطنية واستكمال تنزيل الدستور. ستعمل الحكومة بالإضافة إلى القانونين التنظيمين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وللمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية المذكورين أعلاه في أقرب الآجال الممكنة، على التنسيق الوثيق مع مؤسستكم الموقرة من أجل استكمال اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الدستور وقوانين الحكامة والديمقراطية التشاركية المحالة على البرلمان في الولاية الماضية والمتمثلة في القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، قانون التنظيمي للإضراب، قانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. وستحرص الحكومة في هذا المجال على إقامة علاقة تعاون بناء وتواصل مستمر مع البرلمان في احترام تام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر سواء مع الأغلبية، ولكن أيضا سنحرص على تواصل منتظم مع فرق المعارضة أيضا، لأن نريد أيضا أن نأخذ الرأي منها والاستشارة قبل حتى إحالة القوانين على البرلمان. رابعا تقوية الأمن ودعم الاستقرار وحماية الأشخاص والممتلكات وفقا لمقاربة شمولية ومندمجة وحقوقية، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات منها مواصلة دعم تحديث الأجهزة الأمنية طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2016 لتعزيز التصدي للجريمة بمختلف مظاهرها ومحاربة الهجرة السرية والمخدرات والجريمة عابرة القارات وعابرة الحدود، وتعزيز المقاربة المندمجة لمحاربة الإرهاب وشبكاته في احترام للقوانين الجاري بها العمل
والتزامات المغرب الدولية وتفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمنتهجة والمعتمدة منذ سنة 2005 ودعم قدرات المصالح الأمنية على محاربة شبكات التهريب الدولي للمخدرات. خامساً، تنزيل الجهوية المتقدمة وتكريس الحكامة الترابية وسياسة فعالة لإعداد التراب. ونذكر في هذا المجال ألف مواصلة التنزيل الجهوية المتقدمة بوصفه ورشاً وطنياً يعزز الديمقراطية ويطور هياكل الدولة مع تكريس الحكامة الترابية بما يحقق مساهمة الجهوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية جاذبية وتنافسية مختلف جهات المملكة. وسيتم في هذا المجال اعتماد ميثاق اللا تمركز وتفعيل اللا تمركز الإداري واستكمال النصوص التنظيمية اللازمة لتفعيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وعددها أكثر من 60 نصاً تنظيمياً صدر منها أكثر من النصف قليلاً لحد الساعة. ثم بعد ذلك وضع آلية للتشاور والتتبع والتنسيق وضمان التنزيل الأمثل للجهوية المتقدمة عبر لجنة وطنية ومواكبة الجماعات الترابية والإسراع في تحويل الاختصاصات والموارد البشرية والمالية المرتبطة بها. وسنقوم أيضاً بالعمل على تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليهما دستورياً، ومواصلة التنفيذ الأمثل لعقود البرامج الخاصة بالتنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية. ب. إطلاق سياسة فعالة لإعداد التراب والتعمير وسياسة المدينة من خلال وضع سياسة حضارية وطنية شاملة سنقوم معها بالمصادقة على 600 وثيقة تعميرية وإعداد 30 خريطة للمناطق القابلة للتعمير ووضع استراتيجية وطنية خاصة بالمدن العتيقة والقصبات وأخرى تعنى بالمشاهد الطبيعية وتأطير التعمير والبناء بالعالم القروي عن طريق وضع برنامج خاص للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسية المجانية بالعالم القروي وبلورة مشاريع مندمجة تهم المراكز الصاعدة مع احترام تام للبيئة الطبيعية والخصوصيات المعمارية لكل منطقة. المحور السادس البند السادس والأخير في المحور الأول هو تعزيز دور المجتمع المدني تكريساً للاختيار الديمقراطي ووعياً بأهمية الديمقراطية التشاركية وحرصاً على إشراك جمعيات المجتمع المدني. سيتم دعم تنظيمات المجتمع المدني وتطوير الموارد المالية المتاحة له وتطوير بوابة الشراكات العمومية بهدف الولوج العادل والشفاف إلى التمويل العمومي وفق معايير مرجعية واضحة وملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور. المحور الثاني معشر السيدات والسادة هو محور تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة. فالمحور التدبيري والذي يمثل إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة يعتبر أولوية أفقية لضمان نجاح مختلف الأوراش والإصلاحات، وذلك بالاستناد إلى مبادئ النزاهة والشفافية والإشراك والمحاسبة والمساءلة لضمان تدبير أمثل للموارد البشرية وربط الإنجازات بالأهداف المحددة وجعل المواطن في صلب الإدارة العمومية. وعلى الرغم من الإنجازات الكثيرة التي شهدتها الولاية المنتهية على المستوى التشريعي كما على مستوى تبسيط المساطر وعلى مستوى تسهيل حياة المقاولة وتعزيز الإصلاحات التي باشرتها بلادنا منذ بداية الألفية عندما أكثر من 15 سنة والتي انعكست إيجاباً على تصنيف بلادنا في مجال مناخ الأعمال بالأساس دون بيزنس، فإن بلادنا مدعوة إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق نقلة نوعية جديدة
على مستوى الحكامة وإصلاح الإدارة تكون في مستوى رهانات دستور المملكة وتستجيب لتطلعات جلالة الملك ولتطلعات المواطن المغربي. وستعمل الحكومة على تحقيق ذلك عبر 7 بنود. البند الأول: تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد وضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وبتخصيص الموارد اللازمة لها وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها. ثانيا: استكمال وتأهيل الترسانة القانونية وخاصة ما يهم اعتماد ميثاق المرافق العمومية ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها، ولا سيما دعم مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهما مؤسستان دستوريتان. ثالثا: تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية من أجل تحسين أدائها والرفع من نجاعة الإنفاق العام والاستثمار العمومي بصفة خاصة مع مأسسة التقييم في تدبير الاستراتيجيات القطاعية وإحداث آلية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بمتابعة التقارير الصادرة عن هيئات الحكامة والتفتيش والمراقبة ومتابعة تنفيذ توصياتها. هناك كثير من الهيئات الوطنية سواء كانت هيئات دستورية أو غيرها تصدر باستمرار تقارير في هذا المجال، ولكن باقي ما عندناش واحد الآلية باش هاد التقارير كلها كتجمعها وكتجمعها في واحد نسق معين للاستفادة منها والاستفادة من توصياتها والترتيب المتعين عليها، وهو ما سنحرص عليه في المرحلة المقبلة بإذن الله. رابعا: إصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات عبر مواصلة تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة الإصلاح الضريبي وخاصة تحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطر وإقرار العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التملص والغش الضريبي وتطبيق المنظومة المتعلقة باحترام آجال الأداء من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعة الترابية. ومناسبة غادي تحاول الدولة، وهذا الشيء كانت فيه جهود في ظل الحكومة السابقة، هذه الحكومة غادي تستمر في هذه الجهود على اعتبار أن الدولة حتى هي خاصها تحترم الآجال والالتزامات ديالها تجاه المقاولات ومواصلة تسريع الاستردادات المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة واعتماد سياسة سديدة واستباقية لتدبير التوازنات الماكرو اقتصادية. خامسا: إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية، وهو الورش الذي يمثل ورشا استراتيجيا وأولوية وطنية عبر مباشرة إصلاح شامل وعميق للإدارة يعتمد أساسا على الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج. الإدارة الرقمية، عندنا المغرب الرقمي 2020، هي خطة موجودة بدأت غادي نسرعوا التنفيذ ديالها والتطبيق ديالها إن شاء الله، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية وعن طريق جميع الوسائل المتاحة والتقيد باحترامها ولا سيما المساطر المتعلقة بنزع الملكية وبالمقاولة وبتحسين مناخ الأعمال والمغاربة المقيمين بالخارج واعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها يكون ملزما للإدارات العمومية وللجماعات الترابية وللمؤسسات العمومية أيضا، ويحدد مسطرة وآجال معالجة هذه الشكايات وكذا تطوير بوابة موحدة لها. سادسا: تحسين حكامة وتمويل المؤسسات والمقاولات العمومية عبر إخراج القانون المتعلق بمنظومة الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية وهيئات أخرى، وتحيين ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتعميم تفعيله. سابعا: وضع آليات الشفافية في تدبير المال العام عبر تفعيل نشر اللوائح السنوية لسندات الطلب التي أنجزتها الإدارات والمؤسسات العمومية لتكريس الشفافية وتعميم نشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي وإحداث بوابة إلكترونية موحدة خاصة بالمعلومة العمومية.
هذا هو المحور الثاني. أما المحور الثالث فيتعلق بتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة. المحور الأول هو محور بالأساس سياسي حقوقي، المحور الثاني هو بالأساس محور تدبيري، والمحور الثالث هو الآن محور اقتصادي يهدف إلى التنمية. المغرب تمكن من رفع قدرة منظومته الاقتصادية على مقاومة الأزمات، من تحسين مساهمته أو مساهمة عدد من القطاعات في النمو الاقتصادي الوطني، من إنجاح إقلاع صناعات اقتصادية واعدة عديدة، اكتساب مقاولات مغربية للريادة على المستوى ليس فقط الوطني ولكن أيضا على المستوى القاري والجهوي والعالمي. وهذه كلها إنجازات تمت في 20 سنة الأخيرة تدريجيا صحيح، ولكن تمت. وبناء على هذه الخطوات الوازنة التي تمت على المستوى الاقتصادي، ستعمل الحكومة على تحقيق نمو قوي ومستدام لضمان اللحاق بركب الدول الصاعدة في المستقبل إن شاء الله، والعمل على رفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة. هذه هي مفاتيح البرنامج. لكن اعتبارا لكون المقاولة هي المحرك الأساسي للتنمية، وأريد هنا أن أحيي هنا جميع المقاولات، مقاولة الكبرى، المقاولة المتوسطة، المقاولة الصغرى، المقاولة الصغرى جدا، لأنها كافحت في سبيل أن تثبت على الرغم من أنه مرت بلادنا طيلة 30 سنة الأخيرة في ظروف أحيانا صعبة، ظروف جفاف أو ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن المقاولة كانت تكافح دائما في سبيل الوطن. والمقاولة هي المنتجة للثروة، المقاولة هي المنتجة أساسا للتشغيل. هذا وعيا بهذا فإننا سنعطي لدعم المقاولة في هذا البرنامج أهمية كبيرة لتسهيل حياتها وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة أحيانا والمعقدة أحيانا أخرى. وسنحاول أن نوفر مناخا تنافسيا وجذابا للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى للمقاولة التركيز على مهمتها الأساس، وهي خلق الثروة، خلق فرص الشغل المنتج. وستعمل الحكومة في هذا المجال بالخصوص على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، وترسيخ نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات، ووضع إطار تحفيزي مشجع ومبتكر. وانسجاما مع هذه التوجهات العامة، يسعى البرنامج الحكومي إلى تحقيق المؤشرات المكرو الاقتصادية التالية في أفق سنة 2021. معدل النمو الاقتصادي الذي نعمل على تحقيقه المستهدف سيكون إن شاء الله بين 4.5% و 5.5%. عجز الميزانية بالنسبة للناتج الداخلي الخام في حدود 3%. مديونية الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام أقل من 60% وهي حالياً 64%. نسبة التضخم أقل من 2%، ونسبة البطالة في حدود 8.5% وهي حالياً 9.4%. لكن أيضاً ستعمل الحكومة على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني عن طريق مواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من الولوج الاقتصاديات 50 الأوائل عالمياً في مؤشر ممارسة الأعمال دوين بيزنس في أفق 2021 إن شاء الله. إحنا عندنا في 68 درت جهود في الولاية الماضية وفي الولاية التي سبقتها، إحنا إن شاء الله غادي نحاول ما أمكن نكونوا في 50 الأوائل في أفق سنة 2021 بإذن الله. وهذا يحتاج إلى حزمة من الإجراءات التي سنقوم بها. ولتحقيق ذلك ستقوم الحكومة أساساً بما يلي. أولاً، دعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي الوطني وتحفيز الاستثمار من خلال النهوض بالاقتصاد الصناعي والمقاولة، بمواصلة تفعيل ودعم
مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، ويقترح البرنامج حزمة من الإجراءات من بينها تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، وخاصة تفعيل نظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى، اعتماد ميثاق جديد للاستثمار والحرص على تفعيله، تسريع دمج الهيئات العمومية المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج، مواصلة تفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، مواصلة تفعيل مبدأ التعويض الصناعي ونقل الخبرات في إطار الصفقات العمومية الكبرى، وضع تحفيز مالي خاص بالمقاولات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة والتي تستثمر في القطاعات الجديدة الواعدة، دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من أجل رفع قدرتها التنافسية عن طريق مواكبة 20,000 مقاولة، منها 500 مقاولة رائدة، بلورة استراتيجية وطنية لمعالجة وإدماج القطاع الخاص غير المهيكل، مواكبة انتقال 100,000 مقاول ذاتي إلى القطاع المهيكل، وضع برمجة زمنية ومالية لتسوية المبالغ المستحقة للمقاولات من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. تسريع البدء في المشاريع الاستثمارية المتأخرة على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، تفعيل استراتيجية التجارة 2020 بهدف تنظيم التجار وتأهيل التجار الصغار والمتوسطين، الاستمرار في تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي 2020، تنزيل إصلاح القانون البنكي الذي نص على إحداث تمويلات بديلة في إطار المالية التشاركية بهدف تعبئة المزيد من المدخرات ووضع آليات تمويل جديدة، تدعيم الرؤية الجهوية للقطب المالي للدار البيضاء ومواكبته. سنعمل أيضا على مواصلة وتعزيز الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالقطاعات المنتجة في مختلف المجالات، مجال الفلاحة، مجال الطاقات، مجال المعادن، مجال الصيد البحري وغيرها. وفي هذا المجال ستعمل الحكومة بالخصوص على مواصلة تنزيل مخطط المغرب الأخضر وتعزيز استدامة الفلاحة التضامنية وتحفيز الصناعات الغذائية وإطلاق برنامج 2017-2021 لمشاريع الدعامة الثانية من الفلاحة التضامنية. الفلاحة التضامنية موجهة بالأساس إلى الفلاحين الصغار، وهذا البرنامج يهم 297 مشروع باستثمار 6.5 مليار درهم لفائدة 130,000 من صغار الفلاحين وعلى مساحة 400,000 هكتار. إطلاق مقاربة جديدة للمحافظة على النظم الغابوية وتأهيلها وضمان استدامتها في علاقتها بالتنمية القروية، واستهداف تخليف وتشجير 50,000 هكتار في السنة، ومحاربة زحف الرمال على مساحة 4,000 هكتار. تعزيز المحافظة على الموارد البحرية وتطوير الصيد البحري عبر حزمة من الإجراءات، وخاصة تطوير الصيد التقليدي، تطوير قطاع تربية الأحياء المالية، تشجيع تنافسية القطاع وغيرها. تعزيز ريادة المغرب في مجال الفوسفات ومواكبة البرنامج الاستثماري للمكتب الشريف للفوسفات، وضع إطار قانوني وإداري وتنظيمي لتشجيع الاستثمار في القطاع المعدني والمنجمي وقطاع المواد البترولية والغاز الطبيعي، خاصة عبر إدراج تحفيزات في إطار قانون المالية وميثاق الاستثمار. وعلى مستوى تأهيل التجهيز وتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية واللوجستيكية وتطوير منظومة النقل، ستقوم الحكومة أساساً
بتأهيل الشبكة الطرقية المهيكلة ومواصلة برنامج شبكة الطرق السريعة والطرق القروية وتطوير وعصرنة شبكة السكك الحديدية. وفي هذا المجال سيكون هناك توسيع شبكة الطرق السيارة وتحسين وعصرنة استغلالها. وأشير بالخصوص فقط إلى إنجاز الطريق السريع تيزنيت العيون على طول 555 كيلومتر، توسيع الطريق الوطنية الرابطة بين العيون والدخلة على طول 500 كيلومتر. وسنواصل إن شاء الله تنزيل استراتيجية المينائية وتطوير وتأهيل الموانئ وإنجاز الميناء الجديد لأسفي، ميناء الناظور غرب المتوسط، الشروع في إنجاز الميناء الطرقي بالجرف الأصفر، ميناء الدخلة الأطلسي، ميناء القنيطرة الأطلسي. سنقوم أيضا بتأهيل الأقطاب المطارية لمواكبة انفتاح المغرب والاستراتيجية السياحية للمملكة من خلال القطب المطاري المحوري للدار البيضاء كقطب جهوي، بالإضافة إلى قطبي كل من الدخلة ومراكش، رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 40 مليون مسافر، إخراج الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى حيز الوجود تفعيلا لقانون الخاص بها. وفي مجال النهوض بالصادرات المغربية وسعيا إلى تحفيز ودعمها، وبالإضافة إلى الإجراءات المذكورة آنفا والمتعلقة بالرفع من تنافسية القطاعات الاقتصادية خاصة منها الموجهة للتصدير، ستعمل الحكومة على اتخاذ التدابير التالية: تجميع مختلف البنيات المؤسساتية المعنية بالترويج للمغرب، تحسين ظروف إنتاج وتسويق المنتجات المغربية خاصة الفلاحة منها والمنتجات الغذائية، تقييم مجموع اتفاقيات التبادل الحر القائمة وإشراك القطاع الخاص في التقييم وفي المفاوضات الخاصة بعقد اتفاقيات جديدة، تفعيل مقتضيات حماية الصناعة الناشئة والدفاع التجاري، مكافحة الممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة. وعلى مستوى إعطاء انطلاقة جديدة للقطاع السياحي، ستقوم الحكومة بتعبئة الجهود من أجل تسريع تنفيذ الاستراتيجية السياحية رؤية 2020، وذلك من خلال التركيز على عدد من الإجراءات أهمها إعادة إطلاق دينامية الاستثمار في هذا القطاع، ومواصلة إنجاز البرنامج المسطر في رؤية 2020 خصوصا من خلال وضع مدونة مشجعة للاستثمار السياحي، تكثيف عمليات الترويج والتسويق من أجل تعزيز تدفقات السياح من الأسواق التقليدية الأوروبية ولكن أيضا من أسواق أخرى، تحسين الربط الجوي بين الوجهات السياحية الأساسية بالمغرب والأسواق المصدرة للسياح. على مستوى مواصلة تأهيل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز مساهمتها، نحن واعون بأهمية هذا القطاع الصناعة التقليدية لأن كونه يحتضن 2.3 مليون من الحرفيات ومن الحرفيين، ولهذا ستتم بلورة رؤية استراتيجية جديدة لهذا القطاع تتوخى تطوير نسيج من المقاولات الحرفية المهيكلة والمناطق الحرفية والمركبات المتخصصة في المجال الصناعة التقليدية عبر تطوير آليات تمويلية ملائمة، تشجيع الترويج والتسويق، الرفع من صادرات الصناعة التقليدية عن طريق تنويع المنتوجات، البحث عن أسواق جديدة، تحسين ظروف عيش وظروف اشتغال الحرفيات والحرفيين والصناع التقليديين، مواكبة تطوير غرف الصناعة التقليدية والمؤسسات التابعة لهذا القطاع. في هذا المحور أيضا سنهتم بتيسير الولوج للعقار، وأنتم تعرفون أن الولوج للعقار هو من بين الإشكالات التي تقوم في وجه الاستثمار، ولذلك ستعمل الحكومة على تنزيل إصلاح شامل لقطاع العقار وتحسين حكامته وتسهيل تعبئته. ومن بين الإجراءات بل من أهمها أولا تتميم عملية جرد وإحصاء الرصيد العقاري العمومي، إحصاء شامل له، وضع برمجة زمنية ومالية لتسوية المبالغ المستحقة برسم التعويض عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة وتنفيذ الأحكام القضائية فيها، تعبئة العقار لفائدة المشاريع الاستثمارية،
تعزيز آليات المراقبة للحد من المضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، تسريع عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لذوي الحقوق والمستغلين، اعتماد مصادر ومعايير دقيقة لعمليات تفويت وكراء العقارات العمومية وفق قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص، اعتماد مدونة الأملاك الخاصة للدولة تتضمن مصادر ومعايير دقيقة لتدبيرها. أنتقل الآن إلى ملف الشغل والإدماج المهني، ذلك أن النهوض بالشغل وبالإدماج المهني يعتبر أيضاً أحد التحديات الكبرى التي تعتزم الحكومة مواجهتها وتعتزم جعلها في صلب أولوياتها ومعالجتها في مختلف جوانبها، سواء كانت الجوانب القانونية، سواء كانت الجوانب المؤسساتية، الجوانب الهيكلية، الجوانب القطاعية والجوانب الاجتماعية أيضاً. وفي هذا المجال ستسعى الحكومة إلى تبني سياسة عمومية في مجال التشغيل تقوم بالأساس على ألف النهوض بالتشغيل وبعلاقات الشغل وتجويد برامج إنعاش الشغل وتحسين أداء مؤسساته وتطوير شروط العمل اللائق عبر تفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في هذا المجال، مع العمل على ربط منظومة التربية والتكوين ومحل الأمية بالتشغيل ومراجعة آليات الوساطة، سواء تعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أو بمؤسسات الوساطة بالقطاع الخاص، وهي تحتاج إلى نوع من المراجعة لتطويرها وتسهيل تقديم خدماتها وتقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتحسين حكمتها. كما ستقوم الحكومة بمراجعة وتجويد التحفيزات القطاعية والمجالية وربطها بإحداث شغل فرص الشغل، وستقوم أيضا بإطلاق برنامج لتطوير الشغل الذاتي للشباب في المناطق القروية، يعني سيكون برامج خاصة بالمناطق القروية عبر إصدار طلب مشاريع موجه لحاملي المشاريع في المناطق القروية وتقديم دعم مالي للمشاريع المختارة ومواكبة حامليها بالتكوين وبغيره، تعزيز القابلية للشغل عبر إحداث نظام تدريب لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ودعم ومواكبة المبادرات الشبابية للتشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات، وأيضا تفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المتعلق بتخصيص 20% من الطلبيات للمقاولات المتوسطة والصغرى، وهو المقتضى الذي لم يتم تفعيله لحد الساعة كاملا، غادي سنعمل على تفعيله دعما للمقاولات المتوسطة الصغرى. ب ستقوم الحكومة بمواصلة تطوير وملائمة تشريع الشغل والنهوض بالعمل اللائق وإرساء علاقات مهنية مستقرة، وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على مراجعة مدونة الشغل عبر مقاربة تشاركية مندمجة، وفي جميع المراجعات اللي غادي نقوموا سنحرج إن شاء الله باش تكون هذه المراقبة مقاربة تشاركية مع المعنيين بكل ملف ملف وكل مقترح تشريع تشريع، وأيضا سنحرص على تقوية جهاز مفتشية الشغل والرفع من تغطية المراقبة للمؤسسات الخاضعة للتشريع الاجتماعي. جيم، ستحرص الحكومة على توسيع وتحسين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وذلك من بإخراج نظام التغطية الاجتماعي للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة إلى حيز الوجود، وسأرجع إلى هذه النقطة. تحسين وتبسيط شروط الاستفادة من التعويض على فقدان الشغل، هذا الصندوق ديال فقدان الشغل، التعويض عن فقدان الشغل غادي نحاول ما أمكن نطوروه، نسهلوا المساطير ديال الاستفادة منه باش ترتفع المردودية ديالو والخدمات التي يؤديها. إصلاح شمولي ومستدام لنظام المعاشات، غادي يكون شمولي وفي مجال الحديث عن مجال الشغل والتشغيل، لا بد من الإشارة هنا إلى الدور الرائد الذي تقوم به المركزيات النقابية والنقابات عموما
بوصفها شريكا مهما، وستعطي الحكومة إن شاء الله فعالية للحوار الاجتماعي المنتظم. غادي نحرصوا باش هذا الحوار الاجتماعي يكون منتظم وأيضا مفيد ومنتج، وسأدعو إن شاء الله المركزيات الأكثر تمثيلية لعقد اجتماع أولي في الأسبوع المقبل بإذن الله. ثالثا، تعزيز التنمية المستدامة والتأهيل البيئي من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والتأهيل البيئي وتفعيل مقتضيات القانون الإطار بميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة وتدعيم السياسة الوطنية في مجال تغير المناخ. وعلى مستوى تنمية العرض المائي واعتمادا للمخطط الوطني للماء، ستعمل الحكومة على تفعيل برامجه ومواصلة تعزيز البنية التحتية والمنشآت المائية. وفي هذا المجال أعلن بأن الحكومة ستواصل إنجاز السدود الكبرى، وسنقوم في هذه المرحلة ديال الخمس سنوات المقبلة إن شاء الله بإنجاز 15 سدا مبرمجا بمعدل 3 سدود كبيرة في السنة في الفترة الممتدة بين 2017 و2021، كما سنقوم على إنجاز 10 سدود صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجيات إلى الماء الشرب بالعالم القروي والري وتغذية الفرشات المائية بإذن الله. جيم، تكريس النموذج المغربي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية عبر تنزيل وتسريع مخططات الطاقات المتجددة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وذلك من أجل رفع حصة الطاقات المتجددة من 42% من القدرة المرتقبة سنة 2020 إلى 52% في أفق 2030 بإذن الله، وإتمام بلورة الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية وتفعيل الشطر الأول من هذه الاستراتيجية في إطار عقد برنامج للفترة الممتدة ما بين 2017 و2021 بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية والحكومة والجماعات الترابية. أنتقل الآن إلى المحور الرابع، اللي هو محور اجتماعي بالأساس، وهو محور تعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي. ذلك أن المجال الاقتصادي له ثمرات، وهذه الثمرات سيكون عندها تأثير أيضا على المستوى التنمية البشرية. إن تعزيز التنمية البشرية يمثل محورا مركزيا ورئيسيا في البرنامج الحكومي، وانطلاقا من تشخيص رصيد السياسات الاجتماعية والتحديات القائمة في مجالات التربية والتكوين والخدمات الصحية ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية والقروية والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي والأسري، مع وضع إجراءات لدعم الطبقة المتوسطة وتنميتها، فإن البرنامج الحكومي يستهدف بالإضافة إلى تقليص نسبة الفقر والهشاشة بلوغ المؤشرات التالية. وهذه زبدة المؤشرات، هناك مؤشرات عديدة اخترنا من هذه المؤشرات الدالة: رفع نسبة التمدرس في المستوى الإعدادي من 88.2% حاليا إلى 97% سنة 2021، تقليص نسبة الأمية من 30% حاليا إلى 20% سنة 21، يعني بعشر نقاط، تعميم التغطية الصحية من 60% تقريبا حاليا إلى 90% سنة 2021، وهذا سيكون قفزة نوعية في مجال التغطية الصحية. رفع الولوج للخدمات الصحية الأساسية من 60% حاليا إلى 100% سنة 2021، تقليص نسبة الوفيات لدى الرضع من 27 لكل 1000 ولادة إلى 20 لكل 1000 ولادة سنة 2021، رفع الولوج للطرق في العالم القروي من 79% في الوضع الحالي إلى 90% سنة 2021، تقليص العجز السكني من 400,000 عجز اليوم إلى 200,000 في سنة 2021، أي تقليص العجز السنوي ب 50% إن شاء الله. هذه لا شك أنها أهداف طموحة
ولكن إن شاء الله سنعمل على تحقيقها. ولتحقيق هذه الأهداف ستستغل الحكومة من خلال المحاور التالية: أولاً، تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي باعتبار الاهتمام بالتعليم والاستثمار فيه من أولى أولوياتنا إن شاء الله. ولدينا اليوم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، وشعارها: من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. وسيتم اعتماد قانون إطار لتنفيذ هذا الإصلاح. وهذه الرؤية يركز على 3 محاور أساسية، وهي: ألف، تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، لتحقيق إلزامية الولوج التام للتربية والتعليم والتكوين بالنسبة للفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة، بالإضافة إلى إقرار تمييز إيجابي لفائدة الأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، مع اتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع تمدرس الفتيات في العالم القروي. تعزيز نظام الدعم، تيسير ورفع الغلاف المالي المرصود له من أجل ضمان التمدرس. توسيع الدوائر الجغرافية والأسلاك المدرسية المستفيدة منه بعد أن كان هناك تشخيص. هناك خلاصات من هذا التشخيص لماذا لم يكن كافيا في الماضي، هو لعب واحد دور مهم. البرامج كلها اللي كانت برامج اجتماعية السابقة كلها لعبت أدوار وقامت أدوار مهمة جدا في النتائج التي في المستوى الذي وصل إليه المغرب اليوم. ولكن هذه البرامج تحتاج إلى تقييم وإلى خلاصات في التقييم وإلى اعتماد تلك الخلاصات لتطويرها كي تكون مفيدة أكثر في المرحلة المقبلة. وهذه هي الاستراتيجية اللي غادي نعتمدها إن شاء الله. إذن سنعزز هذا النظام تيسير، سنرفع الغلاف المالي المرصود له، سنعمل من خلال ذلك ضمان رفع نسبة التمدرس، توسيع الدوائر الجغرافية التي يهمها التيسير، دابا عندنا خريطة أولية اللي غادي نسعوا فيه، توسيع الأسلاك المدرسية المستفيدة منه. ثم سنقوم أيضا بتحيين الإطار القانوني والمرجعي لتأطير التعليم الخاص. ب، دائما في محور تنفيذ إصلاح منظومة التعليم، تطوير النموذج البيداغوجي والعمل على تحسين جودة التربية والتكوين، وذلك عن طريق تعزيز القيم في المنظومة التربوية بمختلف أبعادها الدينية والوطنية والإنسانية، وتنزيل الهندسة اللغوية الجديدة، ودعم التمكن من اللغات الأجنبية خاصة الوطنية والأجنبية، خاصة من خلال تقوية وضع اللغتين العربية والأمازيغية وتحسين تدريسهما وتعلمهما، والنهوض باللغات الأجنبية وكذا تحسين تدريسها وتعلمها، وتأهيل مؤسسات التعليم الأولي. جيم، تحسين حكامة منظومة التربية والتكوين وتحقيق التعبئة المجتمعية حول الإصلاح. دال، ضمان محاربة فعالة للأمية وتقديم الدعم اللازم للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بنجاعة لتقوم بمهامها بشراكة مع مختلف الفاعلين المعنيين. ها، إرساء منظومة متميزة للتعليم العالي وتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي عبر سلسلة إجراءات، منها العمل على رفع نسبة التمدرس بالتعليم العالي الجامعي والمهني إلى 45% سنة 2020-2021 مقابل 33% حاليا. مواصلة الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة وإصلاح نظام المنح الدراسية والولوج للسكن الجامعي من خلال مواصلة الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطاعم والأحياء الجامعية، وتمكين الطلبة المعوزين من المنح وإصلاح وتتبع معايير الاستفادة منها. تحيين وتطوير التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي لتواكب تطور المنظومة وخاصة منها الإطار القانوني. تعزيز دور التعليم العالي الخاص في تكامل وتعاون مع التعليم العالي العام. دعم البحث العلمي والرفع من مردوديته وربطه بأهداف التنمية الشاملة.
تعزيز آليات تثمين نتائج البحث العلمي عبر مواصلة دعم الجسور بين الجامعات والمقاولات وحاضنات مشاريع إنشاء المقاولات المبتكرة. واو، تكوين مهني موجه لتحقيق فرص الشغل. وفي هذا المجال، والتكوين المهني عنده أهمية خاصة كما تعرفون، وفي هذا المجال تسعى الحكومة إلى توفير عرض موسع ومندمج للتكوين المهني وفتحه في وجه جميع الفئات عبر تفعيل الخطة الاستراتيجية 2021 وضمان وتكامل عرض التكوين المهني مع التعليم المدرسي والتعليم العالي، مع الرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التكوين المهني بهدف تزويد سوق الشغل بما يفوق 1,700,000 خريجة وخريج في هذه 5 سنوات، وإحداث 123 مؤسسة تكوينية جديدة. وهذا سيقفز بالتكوين المهني ليكون رافعة في مستوى التعليم، في جودة الأطر، في مجادة الأطر وكفاءتها في ولوج سوق الشغل بفعالية وبكفاءة وبسهولة أيضا. وفي هذا الإطار تعتزم الحكومة لأول مرة في البدء في تمكين المتدربين في التكوين المهني ما بعد البكالوريا من منحة دراسية بنفس شروط وآليات المنحة الجامعية، وأغلب هؤلاء من فئات الفقيرة، وهذه لأول مرة سيتمتعون بهذه الميزة. وسنقوم بتكوين أزيد من 143,000 من الفئات ذات الاحتياجات الخاصة ومن المتدربين بالوسط السجني وكذلك السجناء السابقين الذين ستتم تقوية استفادتهم من التكوين المهني لتسهيل اندماجهم، مع توفير أكثر من 1,000,000 مقعد للمنقطعين عن الدراسة من أجل محاربة ومعالجة ظاهرة الهدر الدراسي. ثانيا، المحور الأول هو جودة التعليم. ثانيا، تحسين وتعميم الخدمات الصحية. البرنامج الحكومي كيسعى في مجال الصحة الفترة من 2017 إلى 2021 إلى استكمال أوراش إصلاح كانت مبرمجة وكانت انخرطت فيها الحكومة السابقة، سنستكملها إن شاء الله في المرحلة المقبلة، وأيضا إطلاق برامج جديدة. ومن هذه الأوراش التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية وإصلاح الصحة العمومية. أولاً أو ألف، استكمال تعميم التغطية الصحية للفئات المستهدفة المتبقية وهي التي أشرت إليها منذ قليل. التغطية الصحية إن شاء الله ستشمل أصحاب المهن الحرة أيضاً، وهذا سيوسع هذه التغطية الصحية، الأطباء، الموثقون، المهندسون، المحامون، المهندسون المعماريون، الصيادلة وغيرهم كثير. ثم ستشمل العمال المستقلين من الفلاحين والبحارة والصناع التقليديين ومهني النقل وعمال البناء وغيرهم في مرحلة ثانية مع ذوي حقوقهم، وهذا سيمكن من التغطية التدريجية لحوالي 5 ملايين مواطن إضافة إلى ذوي حقوقهم. سيبدأ هذا الورش ابتداء من سنة 2018، وكما قلت هذا سيشكل قفزة نوعية في مجال التغطية الصحية ببلادنا، وهذا إن شاء الله سيمكننا من أن نصل إلى 90% من التغطية الصحية بجمع مختلف هذه البرامج التغطية الصحية. ب، تعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية. وفي هذا الإطار ستقوم الحكومة بعدد من الإجراءات، أهمها تعزيز الاستفادة من الخدمات الصحية بالمستشفى العمومي ومؤسسات الخدمات الصحية الأولية عن طريق تعزيز تمويل وحكامة نظام المساعدة الطبية. هذه الأنظمة تحتاج إلى تقييم منتظم وإلى تطوير مستمر. تحسين ظروف وجودة الاستقبال بالمرافق الصحية، مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية وتشجيع الإنتاج الوطني للأدوية المكلفة بغية تخفيض ثمنها. سياسة بدأت إن شاء الله وستستمر هذه السياسة لتخفيض أثمان الأدوية. تفعيل مقتضيات الخريطة الصحية، متابعة تأهيل
المستشفيات العمومية من خلال إطلاق برنامج وطني لتأهيل البنيات الاستشفائية والتجهيزات والمعدات والموارد الصحية مركزياً وترابياً وخاصة بالعالم القروي، تقوية برامج الصحة المتنقلة بالعالم القروي عن طريق تخصيص وحدات صحية وطبية متنقلة مع سيارة إسعاف لكل منطقة صحية، أي بكل قيادة، كل قيادة، وذلك بشراكة مع الجماعات الترابية في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي. النهوض بصحة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للصحة والإعاقة. جيم، تكريس صحة الأم والطفل كأولوية وطنية استراتيجية عبر تأهيل فضاءات الولادة المراقبة خاصة في العالم القروي، وقد تحدثت عن بعض الأهداف المرقمة في هذا المجال. ثالثا، تقليص الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي. تشكل محاربة الفوارق في الدخل ومحاربة الفقر والهشاشة وتحقيق التماسك الاجتماعي محورا أساسيا للعمل الحكومي في الولاية الحالية، وذلك عبر عدد من الإجراءات أهمها: ألف، تمويل السياسات الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي لفئات واسعة من المجتمع ودعم الفئات الهشة والمحتاجة. وستعمل الحكومة في هذا الإطار على اتخاذ عدد حزمة من التدابير، لكن منها أولاً مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجياً على المواد المتبقية بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل السياسات وبرامج التنمية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة والمحتاجة. ولذلك هنا كنقول الأرامل، النساء الأرامل، وكنقول النساء المطلقات اللي كانوا كيستفدوا من برامج اجتماعية سابقة، أو الأسر اللي كانت كتستفد من برامج اجتماعية سابقة، خصهم اللي كانوا مرتاحين. هذه البرامج غادي تستمر، بل غادي نقويها كما وكيفا، سنقويها كما وكيفا. وبالمناسبة هذا الهدف كان منذ البداية وبإجماع مكونات الأغلبية الحكومية دون تردد. وسنقوم أيضا على استمرارية في صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتسهيل طرق الاستفادة منه. سنقوم أيضا بتمويل برنامج وطني مندمج متعدد السنوات لتأهيل البنيات والتجهيزات والموارد التعليمية والصحية. سنقوم أيضا بعقد شراكات بين الدولة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني لإنجاز برامج بتمويل مشترك في مجال محاربة الفقر ومحاربة الهشاشة. سنقوم أيضا بتعزيز التضامن وتقليص الفوارق في الدخل. سنقوم أيضا بدعم الفئات الهشة والفقيرة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة. ب، إرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه. ومن الإجراءات في هذا المجال وضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة واعتماد قاعدة معطيات موحدة خاصة بهذه الفئات، وذلك بهدف ضمان استهدافها بشكل أكثر عدلاً وفاعلية. ماشي المهم المشكل فقط في اتخاذ القرار، كل المهم خصنا نضعوا واحد نظام وطني يستطيع يحدد لنا هذه الفئات اللي غادي نستهدفوها، لأن بغينا الدعم فعلاً أن يصل إلى من يستحقه، والبرامج الاجتماعية تكون مفيدة للفئات التي تستحقها. وسنقوم أيضاً بمواصلة دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقويتها. وسنقوم أيضا بتحسين شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي عن طريق تبسيط المساطر، مراجعة وتيسير إجراءات وشروط الاستفادة، بغية الرفع من عدد المستفيدات فعليا من هذا الدعم، وتوسيع المستفيدين عمليا من التكافل العائلي بإدماج الأمهات المهملات. جيم،
تقوية أنظمة الرعاية الاجتماعية ودعم الأسرة والطفولة عبر اعتماد وتفعيل القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، بلورة سياسة وطنية للعناية بالأطفال في وضعية هشة، وتوفير الآليات التمويلية للتكفل بالأيتام والأطفال المتخلى عنهم والأطفال في وضعية هشة، الرفع من قيمة التعويضات العائلية للجميع بطبيعة الحال وعدد الأطفال المستفيدين من هذه التعويضات العائلية، وضع سياسة وطنية للأشخاص المسنين، واعتماد إطار تنظيمي لتدخل الدولة والمجتمع المدني لضمان كرامتهم وحقوقهم، وتفعيل المرصد الوطني للأشخاص المسنين. وأنتم تعرفون أننا ديموغرافيا نشهد بعض التحولات التي تقتضي إنتاج ووضع سياسات عمومية خاصة بهذه الفئة، تفعيل حصة 7% من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. هذا قرار قديم في قانون قديم، ولكن التفعيل ديالو تعرض لبعض العوائق. احنا غادي نمشيو ان شاء الله تدريجيا لإزالة هذه العوائق حتى تستفيد هذه الفئة من هذه الحصة حقيقة. البدء في تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لا سيما وضع نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدتهم، وهذا من الأنظمة الجديدة التي ستقوم هذه الحكومة بوضعها حيز التنفيذ إن شاء الله. مواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، دعم الإجراءات المتخذة من أجل تنتيع المهاجرين المقيمين بالمغرب بكافة حقوقهم المتضمنة في المواثيق الدولية كما صادقت عليها بلادنا، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم. دال تقوية الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز مساهمته في مكافحة الفقر والتهميش، وهي من الأوراش المهمة التي فتحتها بلادنا منذ فترة وكان لها تأثير إيجابي، لكن نحتاج إلى تقويته. سنقوم إن شاء الله بإخراج القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي الذي يشمل بالإضافة إلى القانون التضامني المكونات الأخرى، أي مقاولات الاقتصاد الاجتماعي، الجمعيات ذات الطابع الاقتصادي وغيرها من المكونات. رابعاً، تسريع وتيرة تنمية العالم القروي ودعم التوازن المجالي. ستقوم الحكومة بإذن الله باتخاذ التدابير التالية من بين إجراءات أخرى: وضع مخطط تنفيذي لتسريع إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي على مدى 7 سنوات بغلاف مالي يصل إلى 50 مليار درهم. وبمناسبة هذه 50 مليار درهم ماشي كله من الحكومة مركزيا أو من الوزارات، لا، هو غادي يكون من الجماعة الترابية، من الجهات، من متدخلين متعددين، مبني على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية أولا، بالمؤسسات والجهات، مؤسسات عمومية أخرى، الجهات والجماعات الترابية. تعزيز البرامج الحالية الهادفة إلى فك العزلة عن العالم القروي وتنمية المناطق الجبلية وتشجيع التمدرس والتكوين ومحاربة الأمية خاصة بالنسبة للفتيات في مجال القروي والأحياء الهامشية بالمدن. سنقوم إن شاء الله بوضع خريطة للمناطق العالم القروي المحتاجة إلى فك العزلة، وغادي نمشيو ببرامج فاعلة سريعة لفك هذه العزلة في وقت قياسي بإذن الله. اتخاذ التدابير اللازمة من أجل رفع معدل الربط الفردي بشبكة الماء الشروب وتيسير الولوج إلى الصرف الصحي بالعالم القروي. خامسا، دعم حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وتيسير الولوج للسكن. تحدثت منذ قليل عن الهدف لتقليص الخصائص مجال السكن بالنصف. ستقوم الحكومة في هذا المجال بعدم إجراءات من بينها إنتاج 800,000 وحدة سنوية سكنية في أفق 2021 لتقليص العجز والحد من جميع أشكال السكن غير اللائق، السعي إلى معالجة 50% من 120,000 أسرة التي تعيش اليوم في دور الصفيح في أفق 2021. عندنا واحد الرصيد، احنا الهدف ديالنا طموح أننا غادي نقلصوا هاد السكن غير اللائق الموجود ب 50% إن شاء الله في هاد 5 سنوات بإذن الله. إنعاش وتشجيع إلى استطعنا نديروا أكثر ما نكرهوش بطبيعة الحال، إنشجاع وتشجيع
السكن التشاركي والتضامني، وكذا تسهيل آليات تشجيع السكن الاجتماعي الموجه للكراء، وتطوير آليات جديدة لتمويل السكن، تمكين الراغبين في الولوج للسكن الاقتصادي من الأسر الفقيرة من تمويلات مدعمة وفق معايير محددة تفضيلية، تبسيط المساطر الخاصة بالتعاونيات السكنية ودعمها لتيسير ولوج الطبقات الوسطى إلى سكن يلائم إمكانياتها وتطلعاتها، إطلاق برنامج للسكن بالمجالات القروية مع مراعاة الطابع المعماري والخصوصيات الجهوية والمحلية. سادساً، العناية بالشباب وتحسين الولوج للرياضة عن طريق اعتماد سياسة إرادية وناجعة موجهة لفئة الشباب عبر تنزيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب وفق مقاربة تشاركية، وتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتأهيل وتطوير البنيات التحتية لألف مؤسسة من دور الشباب ومراكز التخييم ومراكز التكوين الشبابية إن شاء الله، ألف مؤسسة غير نحاولوا إما نوجدها أو نؤهلها أو نطورها، ومراكز الاستقبال والطفولة، وسنعتمد في هذا المجال شراكات مع الجهات المختصة، والسعي إلى تمكين مليون طفل إن شاء الله من الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم وتحسين ظروف الاستقبال وتحسين فضاءات التخييم. سنقوم أيضا بتحسين الورج للرياضة وتعزيز الإشعاع الرياضي. اليوم عندنا الاستراتيجية الوطنية للرياضة، سنقوم بالعمل على أجراءتها وسنقوم بالعمل على تنزيلها، الاستراتيجية موجودة تنزيلها بمختلف بنودها، وسنقوم بدعم وإحداث بنيات رياضية للقرب، غادي نقويو هذا المجال، هو موجود فيه جهود، غادي نقويو هاد الجهود، غادي نزيدوا فيها بنيات الرياضية للقرب، ملاعب القرب، وسنقوم عموما بسياسات القلب الرياضي، تطوير تغطية البنيات التحتية الرياضية خاصة بالمدن المتوسطة وبالمراكز القنوية، مصاحبة ومواكبة برامج عمل الجامعات الرياضية وفق مقاربة تشاركية وفق منهجية عمل تعاقدية، وبتحسين وضبط الدعم المقدم للجامعات والجمعيات الرياضية وفق قواعد الحكامة الجيدة بإذن الله. سابعا، تحسين الولوج إلى الثقافة والإعلام والنهوض بهما. الإنسان لا يعيش فقط بالاقتصاد وبالتنمية اقتصادية، ولكن أيضا بالتنمية الثقافية، وسنقوم في هذا المجال بتحسين النهوض بالثقافة المغربية وتحسين الولوج إليها وتعزيز الإشعاع الثقافي عبر إرساء استراتيجية ثقافية وطنية وإطلاق سياسة لغوية مندمجة ترتكز على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية في إطار يحفظ الوحدة ويضمن التنوع في نفس الوقت، وحماية اللهجات والتعبيرات الثقافية بعد الانفتاح على اللغات الأجنبية والثقافات الأخرى وعلى حضارة العصر، والرفع التدريجي للميزانية المخصصة لقطاع الثقافة. كما ستعمل الحكومة على توسيع قاعدة المسارح الوطنية، دعم المبادرات المسرحية الوطنية، وتشجيع الولوج للمتاحف الوطنية، دعم الإنتاجات الفكرية والأدبية والفنية للمؤلفين الشباب ولغيرهم والمساهمة في إشعاعها. على مستوى الولوج الإعلام، سنعمل تحسين هذا الولوج وتعزيز دور الإعلام في تكريس المواطنة وإشعاع المغرب عن طريق حزمة من الإجراءات، أهمها تنويع وإغناء المشهد السمعي البصري والسينمائي المغربي، تعزيز الدعم الموجه للصحافة، تقوية آليات حماية الملكية الفردية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، تعزيز مكانة قطاع الاتصال السمعي البصري الوطني العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء والقطاع السينمائي. انتقل الآن إلى المحور الخامس والأخير، وهو العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه في العالم. تحدثت في البداية وفي المقدمة عن الموجهات العامة في هذا الإطار، ولذلك سأنتقل مباشرة إلى مجال التنفيذ. يندرج عمل الحكومة في المجال الدبلوماسي كما تعرفون في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله لتموقع المغرب ومصالحه العليا وشراكاته على المستوى الجهوي وعلى المستوى القاري وعلى المستوى الدولي. وستعمل الحكومة وفق التوجهات التالية: رفع المجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية ومواجهة خصوم وحدته الوطنية والترابية،
من أجل الطي النهائي للنزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية، تعبئة الإمكانيات الدبلوماسية لتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب لتوطيد موقعه كفاعل إقليمي على المستوى العربي، على المستوى الإسلامي، على المستوى الإفريقي، على المستوى المتوسطي وعلى المستوى الدولي، وتحصين مصالح الوطن الاستراتيجية، وتوسيع دائرة حلفائه وتنوعها، وتنويع شركائه الاقتصاديين عبر العالم. ستعمل الحكومة أيضا على العمل على مواصلة المغرب القيام بدوره المسؤول في المنطقة باعتباره عنصر أمن، عنصر استقرار وتوازن، ومصدرا للإشعاع في المنطقة العربية وفي المنطقة الإسلامية، ومصدر إشعاع في إفريقيا بنموذجه السياسي ونموذجه في تدبير الحقل الديني وفي الدفاع عن قضايا الأمة وعن استقلالية إفريقيا وحقها في بناء نموذجها في التنمية. ستعمل الحكومة أيضا على رفع قدرات المواكبة الدبلوماسية والخارجية من أجل التصدي لمختلف الإشكالات عابرة للحدود مثل قضايا اللجوء والهجرة وتهريب المخدرات والأسلحة وشبكات الاتجار في البشر والجماعات المسلحة والحركات لتهدد السلم الإقليمي والعالمي، قضايا المناخ والإسهام في إعادة هيكلة المنظمات الإقليمية والدولية، وهذه كلها ملفات أساسية مهمة وللمغرب وعند المغرب ما يمكن أن يسهم به فيها بفعالية وبجدارة. وسنعمل في إطار هذه الملفات كلها وهذا المجهود على دعم الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية المدنية، وعندنا في وزارة الشؤون الخارجية مديرية خاصة في هذا المجال، أرجو أن تكون فاعلة أكثر لتقديم هذا الدعم وللإنصات لكل فاعل لا برلماني ولا مدني لتقديم هذا الدعم في مجال الدبلوماسي. سنعمل أيضا على تعزيز موقع القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية للمغرب، حيث ستواصل الحكومة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس انخراطها في الجهود الدولية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، ما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ومواكبة جهود جلالته الدؤوبة في دعم المقدسيين والحفاظ على هوية القدس الشريف وعلى طابعه الروحي والحضاري والديمغرافي. ستعمل الحكومة على خدمة مغاربة العالم والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وحماية هويتهم الثقافية والدينية عبر إجراءات متعددة، من بينها تفعيل المقتضيات الدستورية القاضية بإشراك مغاربة العالم في المؤسسات الوطنية، والعمل على الإسراع بإخراج القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج، استكمال ورش الإصلاح القنصلي ومسلسل تحديث وتجويد الخدمات القنصلية والاجتماعية لفائدة أفراد الجالية المغربية بالخارج وفق برنامج عمل ملائم مع الاهتمام بالمحافظة على الهوية الوطنية للأجيال الناشئة، إعطاء اهتمام أكبر لحماية القاصرين المغاربة غير المرافقين باعتبارهم فئة هشة معرضة للاستغلال من قبل عصابات الاتجار في البشر أو الجماعات التبشيرية أو المتطرفة، تطوير وتفعيل اتفاقيات الضمان الاجتماعي واليد العاملة الموجودة حالياً مع 14 دولة عبر العالم، ولكن أيضاً توسيع الاتفاقيات لتشمل دولاً أخرى لم تشملها لحد الساعة. السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم، حضرات السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، تلك هي الخطوط العامة للبرنامج الحكومي الذي هو ثمرة عمل جماعي مشترك بين مكونات الأغلبية ومختلف القطاعات الحكومية، ينطلق من مقاربة إيجابية طموحة ومن ثقة في بلدنا وفي مستقبل بلدنا.
ويعكس انشغالنا في المقام الأول بقضايا الوطن وبانتظارات المواطنين داخل المملكة وخارجها، حفظاً لكرامتهم وحماية وصوناً لحقوقهم وحريتهم. نحن واعون بأن هذه الإصلاحات وبأن هذه الأوراش الذي يتضمنه هذا البرنامج لا يستلزم فقط تجند الحكومة أو تجند البرلمان أغلبية ومعارضة، بل هو أيضاً كيتطلب تعاون كافة المؤسسات الوطنية وكافة الهيئات في بلادنا، بل أيضاً يتطلب انخراط مختلف الفاعلين وتعبئة إرادية ومسؤولة لكافة المواطنات والمواطنين لتعزيز فرص الإصلاح وترصيد مكتسباته ورفع وتيرة إنجازه. وأؤكد لكم أن هذه الحكومة قوية، قوية بإرادتها وعزمها بكل مكوناتها على إن شاء الله أن تعمل لمصلحة الوطن والمواطن لتحقيق هذا البرنامج. وإذ ندرك أن ما يتضمنه هذا البرنامج من أهداف وإجراءات يشكل طموحا وطنيا، وأن الإكراهات والتحديات التي أمامنا كبيرة، لكن ثقتنا في الله أولا، ثم ثقتنا في الإرادة الجماعية والانخراط الشعبي تجعلنا مطمئنين للنجاح في تطبيقه. وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذه الأمة في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وجعل بلدنا بلدا آمنا مطمئنا رخاء مزدهرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.